إنني أعلن الآتي: ألف، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد. ب، حل حكومة الوفاق الوطني. جيم، حل حكومات الولائية. وسنوالي تباعا اتخاذ التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ كل ما ذكرناه. المواطنين الشرفاء، إن بلادنا التي سالت من أجل صون كرامتها واستقرارها دماء الشهداء الطاهرة في كل الحقب والعهود لن تنتكس أبدا لمربع الفوضى والعنف والإقصاء، وستظل حكمتها المركوزة في صدور أبنائها وبناتها عاصما لها من التجرزم والتمزق والضياع. وإن التسامح الموجود فطرة في نفوس أبنائها وبناتها سيبقى نبراسا لها في الليالي الحالكات والأوقات العصيبات.